أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي، طلاب الصف السادس، طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني، في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي نقوم بتناولها خلال الأسبوع السادس، فأهلا وسهلا بكم. أذكر بالمفهوم الرئيسي الخاص بهذه الوحدة، وحدة أنا مثقف، وهي الثقافة، حيث سنستخدم بعض المفردات الجديدة التي تعلمناها في التعبير عن ثقافتنا. فمثلا انتهينا من كتابة رسالة شخصية لأحد الأصدقاء مستخدمين فيها دعوتهم إلى زيارة الأردن، مستخدمين فيها مفردات تخص ثقافتنا كأطعمة أو أماكن سياحية. سنستخدم أيضاً هذه المفردات في المهمة الثانية التي سأقوم بالتعريف عنها الآن. أما عبارة البحث والاستقصاء هي تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. الموضوع الأول الذي سنقوم بالتطرق له هو نص القراءة بعنوان نزهة لن أنساها، وهو الدرس 13. عند البداية بأي درس قراءة نقوم بالتعرف إلى مفرداته الجديدة وذكر الفكرة الرئيسة منه، ثم التدرب على قراءته باستخدام مهارات القراءة والتحدث التي ذكرناها، وقد نقوم بتمثيلها أيضا عن طريق إجراء حوار بين شخصيات الدرس المختلفة، ثم نقوم باستخراج الفكرة الرئيسة من هذا الدرس واستخدام هذه المفردات كما تعلمنا. فمثلا دعوني أقرأ الصفحة الأولى من درس نزهة لن أنساها. الطقس مناسب لنخرج في نزهة يا أبي. حسنا، أين تفضلون الذهاب؟ أبي، ما رأيك في رحلة بحرية؟ اقتراح رائع، تصطاد السمك ونشويه. لاحظ أن هذا الدرس هو عبارة عن حوار ديالوج حدث بين أفراد الأسرة المختلفة، إذن سنقوم بالتمثيل عليه من خلال تقمص شخصيات هذه الأسرة والحديث بهذه الجمل التي رأيناها، ثم بعد ذلك سنستخرج مثلا بعض المعلومات عن السمك، سنستخرج مثلا من خلال مهارة البحث، من خلال مهارة التواصل سنستخدم المفردات الجديدة في هذا الدرس أيضا في كتابة فقرة وربما طاقة. لاحظ أن جميع أسئلة الدرس تتحدث كل منها عن موضوع معين، التدريب الثاني والثالث تتحدث عن معان جديدة تعلمناها من الدرس، نحاول قراءتها ثم إيصال ما يناسب بالصورة. فمثلا الصورة الأولى شرفة البيت، صنارة الصيد، دلو الماء، مجزاق القارب، مظلة وافية، سمك مشوي. أما التدريب الثالث ستحاول إيصال الطقس الماطر، أين المطر، الطقس المشمس، الرياح الشديدة، الأمواج العالية والثلوج الكثيرة. ثم بعد ذلك لاحظ أن التدريب الرابع يتحدث عن ظروف المكان والزمان، فأمام، خلف، فوق، تحت، جانب، نذكر منها أسماء أماكن وسنعبر عنها باستخدام مفرداتنا. ما المقصود بأمام وخلف؟ هما كلمتان متعاكستان، فوق تحت أيضا كلمتان متعاكستان، وجانب سنمثل ذلك في حصة صفية، وسنقوم بأخذ أنشطة كثيرة أيضا على هذه القاعدة. أما التدريب الخامس سنضع الواو، سنتعرف إلى المعنى الذي تفيده الواو، واو حرف العطف، وأرفع المظلة وأعد مع أمي وأستخدم وأستمتع وأصطاد. إذن الواو هنا تفيد الجمع والمشاركة، سنتعلم إلى معناها ونتعرف ماذا سنضع قبلها إذا تذكرت درس علامات الترقيم. إذن جميع هذه المهمات سنتناولها في صفحة صفحة في المنصة التعليمية، تستطيع الرجوع لها عزيزي الطالب بتاريخ اليوم المحدد. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية والتي نقوم بها أسبوعيا،
إنهاء هذه المهام لأستطيع الحصول على ما لكم. كما أذكر أن هناك حصة مكتبة مخصصة كل يوم أحد إن شاء الله للقيام بالقراءة والتدرب على الحروف التي نتناولها، خاصة الحروف المتشابهة. كانت هذه أبرز الموضوعات التي تناولناها، طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.